It is 1336 BC. Egypt is at the height of its glory, the most powerful empire on earth. The ancient Egyptians credit their success to the blessings of the gods. It is a culture immersed in magic. Each day, the sun god Re voyages across the sky. Each night, he travels through a dark and dangerous netherworld. Each sunrise, he is reborn to begin his journey, an eternal cycle, and one the king enters after death through the power of magic. At the tender age of 9, Tutankhamun ascends to the throne. He lives a life of unimaginable wealth and luxury until he dies suddenly at 19. Priests prepare his body for the perilous journey through the afterlife. They provide magical amulets, spells, and weapons. Everything that the boy king will need to meet the dark challenges that stand between him and paradise. Now, join Tutankhamun on his journey to the afterlife. See the magnificent objects placed in his tomb to protect him from supernatural forces. Meet the creatures who challenge him and the gods who keep him safe. The destinies of two men, separated by 3,000 years, converge. Howard Carter becomes the best-known Egyptologist in the world. Tutankhamun becomes immortal, the most famous of all pharaohs, the one whose name will live forever. اهلا بحضراتكم معانا النهارده حلقه مختلفه برضو بنحاول انه دايما كل يوم خميس يبقى عندنا شيء جديد ومختلف وغير متوقع يحدث في مصر هو اسم البرنامج طبعا لكن احنا موجودين مع حضراتكم في باريس في العاصمه الفرنسيه في مكان اسمه لافيلات اتمنى ان انا اكون بنطق الاسم صح الفرنسي بتاعي ضعيف حبتين لكن المكان ده هو مجمع ثقافي اذا ممكن نسميه الاوبرا موجوده هنا في قاعات متحفية في القاعة الكبرى وعلى القاعة الكبرى زي ما حضراتكم شايفين توتنكامون أو توت عنخ أمون توت عنخ أمون الفرعون الذهبي أو الفرعون المصري الشاب اللي له مكانة خاصة جدا على مستوى العالم كله هيبقى موجود من خلال 150 قطعة بيتعرضوا في القاعة الكبرى في لافيلات ابتداء من النهاردة لغاية يوم 15 سبتمبر هو في الحقيقة مش من النهاردة النهاردة هو الافتتاح الرسمي الخاص بكبار الزوار الخاص بالمتخصصين في الأثار وفي التراث المصري بس احنا كمان متخصصين في التراث المصري احنا أصحاب التراث المصري واحنا أصحاب الأثار المصرية احنا دي اللي هو حضرتك وحضرتك كل مشاهدي يحضر في مصر وبالتالي حاولنا أو حبينا انه حضراتكم تبقوا موجودين معانا النهاردة في زيارة الـ VIPs في زيارة الشخصيات المهمة في الافتتاح الخاص جداً اللي حضرتك وحضرتك هتبقوا جزء منه وهتشوفوه ساعة عرض الحلقة الساعة دلوقتي 10:30 صباحا في باريس 11:30 في القاهرة ده وقت التسجيل لكن هتشوفوه النهاردة في ميعادنا الساعة 10 إن شاء الله في نفس الوقت اللي بيدخل فيه الشخصيات المهمة اللي حضراتكم على نفس القدر من الأهمية زيارة مختلفة مستمرة هنا من خلال توت عنخ آمون وقطعة توت عنخ آمون من يوم 23 زي ما قلت لحضراتكم الشهر ده مارس لغاية نص سبتمبر 150 قطعة لغاية دلوقتي اللي أنا فاهمه إنه التذاكر بدأ عرضها أو إتاحتها للناس من 3 أيام بس لغاية دلوقتي تجاوزت عدد 150 ألف تذكرة على مدى الفترة اللي جاية لكن تم حجزهم بالفعل زيارة خاصة جدا لأهم شخص في الدنيا ولأهم شخصية في الدنيا حضرتك وحضرتك مشاهدي يحضر في مصر